أعمله صاحب استوديو للتصوير ولا يوجد أي عمل خلاف ذلك، وثمن الصور الصغيرة لا يكفي لحاجة المنزل، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ الحل لا تعمل في الاستوديو وابتعد عنه، لأن التصوير حرام، والله يرزق من جهة أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع المعاصي، لا تساعدهم المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله السلامة.